اسمع الجحف يقول كله مع العجم هو روايه الاول على الثاني ترك. كي تمشي اللوفر ها سي لي بالي دو روا دو فرانس بيه. اما تشوف احنا البي في تونس عمل المحمدي وبات فيها وسكن فيها 10 ايام ما يحبش يسكن في القصر بتاعو ديما يحب دار جديده يا دي. شوف مساله تراكم انا 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 نقول لك بصراحه انا موجود في نداء تونس من وفي... المسؤول على الازمات اللي موجوده في نداء تونس والمشاكل الكبيره والتراجع في الثقه وبرشا حاجات. كلنا مسؤولين بما فيهم نجي جلول. نجي جلول مترشح اليوم لل مترشح للأمانة العامة للحزب. وعندي طيار فكري وسياسي وعندي مشروع سياسي وعندي أنصاري وعندي أصدقائي وهذه هي الديمقراطية. باهي مترشح للأمانة العامة لكن فما شروط تخليك تقبل. مثلا شنو الشروط؟ نحب نسألك كان فما شروط. أنا ما نحبش الشروط وحياتي كل رفع.